اختار مجال ايه؟ طب انا بحب ايه؟ طيب هل المجال اللي انا بختاره ده هقدر انجح فيه ولا هفشل؟ طب ابدا ازاي ومنين؟ بعد الثانويه بنسال نفسنا كتير، ناخد اي اتجاه وهل الاتجاه ده صح ولا غلط؟ ومن هنا بنبدا ان احنا نجرب وندخل في مجالات كتير. وعلشان خاطر كده حلقتنا النهارده وضيوفنا مثال للشباب اللي فعلا ناجح، مثال للطلبه ومثال للشباب اللي فعلا تاهوا في حياتهم ودوروا على اكتر من مجال لحد ما لقوا نفسهم في مجال هم فعلا بيحبوه. معنا ومعكم مدرب الشباب احمد اشرف، مستر محمد صبري، ومعنا مستر محمد قدري. هنتعرف على ضيوفنا اكتر بعد الفاصل. غطينا ودفينا واحد، قدرنا فيها نجيب 20 بطانية ونجمع حوالي 100 قطعة من الملابس. غطينا ودفينا اتنين، قدرنا نجيب 30 بطانية ونجمع 150 قطعة من الملابس. غطينا ودفينا تلاتة، مستهدفين السنة دي نجيب 50 بطانية ونجمع 250 قطعة من الملابس. ساهم معانا في الخير وساعدنا بالتبرع المالي أو ملابس صالحة للاستخدام. طالع من قدام الباب فلقيت النجاح قدامي، ولا مخطط وسعي وراح وجاء وتعب واحبط مره واثنين وعشره، واتقدم في وظيفه واترفض مره واثنين وعشره، وتبص في الاخر بعد 10 سنين تلاقيه لا اما شغال في شركه كبيره لا اما هو صاحب الشركه. ونقعد بقى Thank you.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنرحب بضيوفنا احمد اشرف مدرب الشباب، صبري رمضان مدرب الشباب، محمد قادري. حابين نعرف رحلتكم كانت ازاي بعد الثانويه، وازاي قدرتوا ان كنتوا توصلوا لنجاحكم؟ والله هو كلنا عموما او اي طالب بعد الثانويه العامه بيكون محتاج ان هو يثبت نفسه في حته معينه، بيكون يحاول ياخد مسؤوليه في اتجاه معين، ان هو خلاص انعزل عن البيت، محتاج يكون ذو مسؤوليه قدام الناس. فانت احنا اخترنا ان احنا نعمل حاجه مميزه ونكون مختلفين ولينا علامه قويه في سوهاج عموما، وانك انت تعمل حاجه زي دي في سوهاج او في صعيد مصر عموما دي حاجه صعبه. فالحمد لله بدانا اولا بخطوه المسرح وبدانا في التمثيل، خدنا فتره مش كبيره بس الحمد لله يعني. طيب انتوا ازاي اتعرفتوا على بعض، وازاي قدرتوا تتفقوا ان كنتوا هدفكم واحد او تاخدوا الطريق ده مع بعض؟ والله احنا برضو بدانا في التمثيل مع بعض، تمام، فلقينا ان افكارنا مشتركه في اكتر من حاجه، واخترنا ان احنا نخوض المجال ده مع بعض. طيب حاجه جميله، هل بدايتكم كانت ازاي؟ يعني بما انك ملقب بمدرب الشباب، اخذت اللقب ده ازاي؟ وازاي وصلت انك انت الشباب تلقبك بمدرب الشباب؟ طبعا اولا ارحب بحضرتك وارحب بالساده المشاهدين. بدايتنا كانت عباره عن ان احنا شباب بعد الكليه عايز بقى يعمل حاجه، لسه هو في مرحله. لا ثواني بس معلش، هو بعد الكليه ولا قبل الكليه؟ قبل الكليه، احنا خلاص دخلنا الكليه دلوقتي. تمام. فانت دلوقتي كشاب بتدور على ان انت ازاي تقدر تشتغل او تقدر تخش مجال اي شغل عامه. فدخلنا اول حاجه كان عباره عن تدريب مصغر اللي هو ايفنت، حبينا المجال قدرنا ان احنا نوصل فيه، كان في تدريب، دخلنا التدريب ده وبدانا نتعمق واشتغلنا. كان بدايتها عباره عن ان هو هيبقى فيه توب 10 يطلعوا، لكن ربنا ما وفقناش، بس ما كانتش عائق بالنسبه لنا ان احنا نقف، لكن لا هنكمل ونشوف ايه الغلطات اللي احنا فيها وهنقدر نشتغل عليها ونقوي نفسنا والحمد لله. دي كانت بدايتكم في بدايه التدريب عامه؟ بالظبط. طيب انتوا ازاي اتعرفتوا على بعض وقدرتوا انكم تحددوا ان مساركم واحد بقى؟ بداية تعرفنا على بعض كان شباب عادي جدا داخلين الجامعة، أولا احنا من بلد واحدة جيران، حابين نعمل حاجة مع بعض زي ما قال أدري ان احنا داخلين عايزين نعمل حاجة مع بعض، دخلنا مجال التمثيل. طب لكن اسمح لي بس بقى اقطعك في نقطة، في سؤال مهم، اتحدتوا لان كنتوا شباب او قرايب او تعرفوا بعض، ولا لان انتوا هدفكوا مع بعض واحد ونفس الافكار وعندنا عزيمة؟ لما يكون عندك حد نفس الافكار عندك صدقني هتعمل اللي انت عايزه، فهو ده اللي خلانا بدأنا مع بعض واتفقنا ان احنا اي حاجه مش هتوقفنا. هل كان من السهل ان كنتوا تطلعوا في الصعيد، ان كنتوا تدخلوا في المجال او ان انتوا تتعمقوا فيه؟ يعني مش اي حد يعتبر بيقدر ان هو يظهر في الصعيد، او الصعيد بمعنى صح ما وصلهوش التطوير الكبير انك انت تقدر انك انت تظهر فيه بسهوله. ما كانش سهل بالنسبه لنا طبعا في البدايه، اتوجه لنا نقد كتير جدا من ناس كتير جدا، ناس كتير قالت انتوا ازاي هتبداوا وازاي هتعملوا، بس احنا كان عندنا عزيمه وكان عندنا اصرار ان احنا هنكمل ده، وبالفعل بدانا على اول الطريق. طب حاجه جميله، طب قول لنا بقى محمد صبري معذره، قول لي بقى انت بداتوا منين؟ انتوا طبعا بداتوا كلكم مع بعض. طيب بداتوا ازاي؟ ايه اول حاجه ليكم لما بداتوا فيها؟ اولا ارحب بيك يا استاذ احمد وكل ضيوفك الكرام. والله احنا اول ما بدانا بعد ما خدنا التدريبات واشتغلنا على نفسنا، طبعا بدانا مبادره بنت الصعيد. مبادره بنت الصعيد كانت معموله في سوهاج، كانت للبنات فقط لا غير، يعني كل بنات الصعيد، بالنسبه طبعا انه بنات الصعيد طبعا متكتله في نفسها، مش بتطلع، مش بتخرج، مش بتعمل كل اللي نفسها فيه، يعني زي هنا بالظبط يعني. فكانت هدف المبادره انهم يخلوا بنت الصعيد تقدر تشتغل وتقدر تواكب سوق العمل وتقدر تعمل لنفسها حاجه قويه فيما بعد. فاحنا اول ما بدانا طبعا بدانا بمبادره بنت الصعيد كمدربين فيها، ندي في المبادره هناك تدريبات تنميه ذاتيه اتش ار كسوق عمل، عشان كل الناس او كل البنات اللي في المبادره طبعا يستفيدوا اقصى استفاده من دخولهم المبادره. هل مبادره بنت الصعيد كانت ناجحه معاكم، او قدرتوا انكم انتوا توصلوا للهدف بتاعكم؟ لان احنا اغلب اهلنا في الصعيد بيكونوا متشددين جدا من ناحيه ان
البنت اللي هتعمل حاجات كتير زي كده كتير بنواجهها في الصعيد، فهل كان من السهل ان كنتوا تطبقوا مبادره بنت الصعيد بنجاح؟ مبادره بنت الصعيد كانت بالنسبه لنا مجرد محطه، ان احنا هننزل ندي التدريبات وهندي الشغل اللي احنا بنعمله، وبعد كده احنا كنا ناويين اصلا نعمل شغل خاص بينا. يعني مبادره بنت إيه الصعيد ايه بقى الشغل؟ ايه اول حاجه انتوا عملتوها بعد مبادره بنت الصعيد؟ بدايتنا طبعا كان في ايفنت باب نور، ده كانت اول انطلاقه لينا، فحد عرض علينا ان احنا ننزل معاه في ايفنت وكده، اخذناها تحدي، قدرنا ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر ونشوف ايه الغلطات، نزلنا الحمد لله ربنا كرمنا عملنا شغل، حققنا نجاحات كتير جدا عن الطريق ده. بعد كده قررنا ان احنا نعمل حاجه تاني، قررنا ان احنا مش عايزين نبقى زي المدربين اللي هم كده وبس. اسمح لي بقى اسالك، بما انها كانت اول مره، كان احساسكم ايه بقى ان كنتوا نازلين اول ايفنت تدريب ليكم؟ فهل كان فيها قلق، كان فيها توتر؟ ما حطيتوش في دماغكم ولا احنا ممكن نفشل او الناس مثلا تضحك علينا؟ ازاي قدرتوا ان كنتوا تجتازوا رهبه الستاند انتوا في اول تدريب ليكم؟ مبدئيا اي تجربه جديده بندخل فيها لازم ليها رهبه وليها خوف، بس انت هنا بيبان التحدي بتاعك، بيبان انك انت مصر على النجاح ولا لا. فاحنا كنا مصرين على النجاح، كنا مصرين ان احنا ناخد خطوه ايجابيه. سمعنا كتير وخدنا نقد كتير من ناس قريبه جدا لينا، بس الحمد لله قدرنا نكسر ده وخدنا اول تجربه لينا. هو كان فيها غلطات بس اتعلمنا منها، والحمد لله قدرنا فيما بعد عملنا حاجات اقوى منها وحاجات ما فيهاش الغلطات نفسها وحاجات يعني بكواليتي اعلى من اللي عملناها اول مره. علامه استفهام، ايه بقى ايفنت علامه استفهام؟ قصه علامه استفهام ناس كتير بدات تسال عليه، هو اشمعنى اسم الايفنت اخترته اسم علامه استفهام؟ بالظبط. مبدئيا احنا لما دخلنا المجال ده كنا واعدين نفسنا قبل ما نوعد اي حد ان احنا لازم الناس تستفاد مننا، ما نعملش حاجه لمجرد انها حاجه كده وبس، لا حابين نعمل حاجه الناس تستفاد منها اكتر. فعلامه استفهام اخترت الاسم بناء، او اخترنا الاسم بناء على ان الناس حياتها كلها عباره عن علامات استفهام. اي حاجه بتحصل لك في حياتك بتبقى عباره عن علامه استفهام. على سبيل المثال انت ممكن تذاكر وتعمل كل حاجه وتخش الامتحان ما تجاوبش، فبالنسبه لك بتبقى علامه استفهام انت مش عارفها. دورنا احنا بقى ان احنا بنعمل الايفنتات دي او سلسله علامه استفهام ان احنا نعرفك ازاي انت تجتاز الحاجات دي، ومن هنا اطلقنا علامه استفهام، وما كانتش حاجه واحده بس، علمنا اكتر من حاجه. طيب حابين نعرف المدرب او القائد ليكوا اللي قدر ان هو يكتشفكوا ويطلعكوا على المسرح او يشجعكوا يكون القائد بتاعكوا في مجال التدريب؟ والله مبدئيا عموما احنا مش قائد واحد لينا، هو طبعا الفضل يرجع لمستر محمد عبد الله، لانه كان بالنسبه لينا اب روحي وكان بيدعمنا، بس برضو مش هنقدر ننسى جميل وننسى وقفه مستر محمد شمس ومستر محمد الفولي معانا، لانهم برضو كانوا دعم لينا وكانوا نقطه يعني كان دافع حلو. هو في البداية احنا على طول دايما بنتعلم من المواقف، ومفيش حد بيتعلم بالسهل زي ما بنقول، بس الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة ايش في شخص هو اللي بيكتشفك او في شخص هو اللي بيحفزك على اول الطريق؟ تمام. كان مستر محمد عبد الله وكان بيدعمنا دايما، مع اننا ما خدناش توب 10 ولا ما كانش لينا الدور اللي ناخده اساسي في الوقت ده، بس كان دايما حافز لينا، كان دايما على تواصل معنا وان احنا هنقدر نوصل وان احنا هنقدر نعمل حاجة. بدايتكم بدات ان كنتوا تنزلوا ميداني او تنزلوا على ارض الواقع ما بين الشباب، كانت امتى؟ اول حاجه زي ما قلت لحضرتك بعد بنت الصعيد كان اول ايفنت لينا اننا ننزل، كان ايفنت باب نور. ايفنت باب نور ده كان اول انطلاقه لينا بعد بنت الصعيد، زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا كنا عايزين نعمل شغل خاص لنفسنا، فطبيعي جدا بعد مبادره بنت الصعيد وبعد ما ادينا فيها ووصلنا الرساله بتاعتنا اللي احنا كنا داخلين علشانها، بدأنا خلاص احنا خلاص بدأنا نستسلم نفسنا وحطينا البرنامج اللي احنا هنمشي عليه فيما بعد. فبدأنا بنت الصعيد، عملنا تيم عشان نقدر نشتغل، وسوقنا وعملنا الايفنت، والحمد لله نجاح كبير جدا في سوهاج. بقالكم قد ايه؟ يعني 3 سنين وداخلين على الرابعه. 3 سنين وداخلين على الرابعه. لحد دلوقتي بما اننا دخلنا في فتره كورونا ربنا طلعنا منها على خير، هل فعلا هي اثرت مع ناس كتير بالسلبي؟ هل فعلا اثرت عليكم؟ وهل قدرتوا ان كنتوا تجتازوا الفتره دي او تستفيدوا منها؟ اكيد لما تجيلك فرصه زي كده تبقى الناس واقفه كلها فانت لازم تستغلها.
لازم تشوف ايه الغلطات اللي المفروض هي عندك وتبدا تصلحها. في فتره كورونا قدرنا ان احنا نستغل الوقت ده في ان احنا نصلح الموجود فينا غلطات، لان طبعا مفيش حد كامل، كمال الا وحده سبحانه وتعالى. قدرنا ان احنا نصلح كل حاجه بالنسبه لنا، قدرنا ان احنا نقرا كتب كتير في مجالات كتير جدا، قدرنا ان احنا نحضر ماتيريال جاهزه تمدنا شويه لقدام، قدرنا ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر عشان لما نرجع نرجع بكواليتي اعلى، ما نرجعش زي ما كنا. حاجه جميله. طيب ايه هدفكم الفتره اللي جايه من خلال التدريبات او من خلال الايفنتات او الشباب اللي انتم بتساعدوها، ايه هدفكم بقى الفتره اللي جايه؟ فكره الهدف ان احنا عايزين نطلع اكبر ناس تستفاد. يعني فكره علامه استفهام، الحمد لله رب العالمين، علامه استفهام نجح جدا في فتره قصيره جدا، قدرنا ان احنا يبقى لينا عدد مش قليل، عدد كبير جدا يبقى موجود معانا بيدعمنا وبيسندنا. الناس لما بتيجي تحضر بتستفاد، مش بنطلع حد من عندنا الا وهو مستفاد جدا من الحاجه اللي احنا بنعملها. لما نزلنا التنويه ان كنتوا ضيوفنا، في ناس كتير بعدت تقول ان كنتوا، او في ناس كتير بتهاجم مدربين التنميه البشريه لان بيبقى هدفهم الربح مش هدفهم معنوي او تنموي. بص مبدئيا يعني قدرتوا ازاي ان كنتوا تكسروا الحاجز ده ما بين الناس؟ ما انا قلت لحضرتك لما جينا بدانا ما بداناش على اساس ان احنا عايزين نعمل حاجه كده وبس، عايزين حاجه نسيبها علامه لينا، علامه للناس تعرف ان مين الشباب دول وايه اللي عملوه، لان احنا شباب زيهم. فمش هاجي اضحك على حد يكون بادئ زي، لان انا مريت بنفس التجارب اللي هو بيمر بيها، فانا لما اجي اساعدك هساعدك بدون مقابل. هل كان هدفكم، بما ان الهدف ما بينكم مشترك، هل كانت اهدافكم ان كنتوا تعملوا مبادرات في الصعيد او ان كنتوا تنموا شباب بس، ولا ليكم اهداف ابعد من كده بكتير؟ احنا باذن الله لينا اهداف اكتر من كده، ولينا اهداف ان احنا باذن الله ان احنا هنعمل اكتر من تيم في اكتر من محافظه في الصعيد، وان شاء الله هنعمل حاجات في وجه بحري، بس يعني تدريجيا واحده واحده. وبرده احنا برده خدنا خطوه حلوه جدا في الصعيد وعملنا اكتر من حدث وعدينا اللي احنا كنا عايزين نوصل له في الفتره دي. هو اي نعم مش النجاح عموما، بس النجاح اللي كنا عايزينه في فتره معينه قدرنا نحققه واكتر شويه. هو انا بس حابب ان انا اوضح، النجاح مش فكره انك توصل في فتره صغيره او فتره كبيره، النجاح انك انت يكون ليك هدف وفعلا تقدر انك انت تحققه، هو ده فعلا النجاح من وجهه نظري ومن وجهه نظر الشباب. حابين ان احنا نسالكم، هل في مزيد من علامات استفهام الفتره القادمه؟ اكيد اكيد. يعني احنا عملنا لحد دلوقتي رابع علامه استفهام، ولسه قدامنا وقت كبير جدا وبلا حدود، يعني مفيش سقف طموح، كلنا عايزين نعمل حاجات كتير جدا وعايزين نوصل لاكتر من كده. علامه استفهام سمع والناس بتحب المزيد من ده، وسهل ان انت تنجح لكن صعب ان انت تستمر في النجاح استاذ احمد. طيب ازاي بقى قدرتوا يا مستر صبري فضل. ازاي قدرتوا انكم انتوا تحافظوا على النجاح بتاعكم ما بين الناس؟ لان اغلب انا من الصعيد، فاغلب الناس في الصعيد اللي هي بتظهر فتره صغيره وبتختفي، فانتوا ازاي بقى قدرتوا انكم تحافظوا على نجاحكم لمده 3 سنين؟ يعني احنا شايف ان ليكم شعبيه ومحبه الناس كتير، فانتوا ازاي قدرتوا تحافظوا على ده؟ والله السبب الرئيسي كان ان احنا من البلد نفسها المحافظه، تاني حاجه اننا لسه بندرس، فكل شغلنا كل شغلنا حاليا في المحافظه قدام الناس وقدام طلبه الجامعه سواء خريجين او لسه طلبه، فاحنا كل حاجه بنعملها او بنسوق ليها او لسه هنعملها هتكون من داخل محافظه سوهاج، لانها هي الاولى حاليا بالنسبه ان احنا لسه ما طلعناش. فكرتوا ان كنتوا تنتشروا في محافظات تانية؟ اكيد طبعا. هل فكرتوا ان كنتوا تفضلوا في الصعيد بس في محافظات الصعيد، ولا في محافظات اخرى تانية؟ هو ان شاء الله احنا ناويين نعمل مبادره اسمها مبادره شباب قادر. شباب قادر. شباب قادر. تمام. هتكون دي هيكون هدفها الرئيسي طلبه الجامعه. ان هم ازاي يستغلوا. ايه الرساله اللي انت بتوصلها بقى لطلبه الجامعات؟ هتكون الرساله الرئيسيه ان الشباب حاليا في فتره الجامعه مش عارفين يستغلوا الاربع سنين بتوع الجامعه ازاي. طيب انت ما فكرتش اصلا بعد الجامعه هتعمل ايه؟ طيب ما فكرتش في الاربع سنين بتوع الجامعه انك انت تستغلهم في حاجه مفيده تفيدك فيما بعد. احمد اشرف اسمح لي اوضح لك، عايزينك انك انت توجه، نختم حلقتنا بانك انت توجه نصيحه للشباب ازاي يستغلوا ايام الدراسه بتاعتهم وازاي يختاروا الكليه بتاعتهم او ازاي ان هم ينموا ذاتهم.
بص مبدئيا كده رسالتي للشباب هو انت ربنا بيبقى شايف كل حاجه بتعملها، يعني ما ينفعش تقف عند حاجه معينه، لا كمل واستمر. لو وقعت هنا ربنا هيوقف لك ناس وهتشتغل هنا، صدقني اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. ربنا بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، يعني كل حاجه بتعملها ربنا شايفها، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. فكره الدراسه ما تفرحش ان انت بتذاكر وبس، لا انت بعد ما هتتخرج هيبقى عندك مسؤوليات، فكر في المسؤوليات دي من دلوقتي علشان تقدر تجمع لها حل، ما توقفش كده وبس، ما ترجعش بعدين تقول اصل هو ما فيش شغل، لا اي حد بيتعب ربنا بيجازيه، مالكش صالح باللي حواليك. في نهايه الحلقه انا حابب ان انا اوجه رساله للشباب، طبعا النجاح انك انت يكون لك هدف وتقدر انك انت تحققه، وانتظرونا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله، ونماذج كتير مشرفة. وانتظرونا يوم الخميس القادم الساعة 4:30 مساء برنامجكم شباب على القمة.